الجيش الأمريكي يعزز انتشاره العسكري شمال شرق سوريا بعد التوتر بين القوات الأمريكية والروسية في هذه المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها نشرت رادار سانيتل وكثفت الطلعات الجوية للمقاتلات الأمريكية فوق مناطق انتشار القوات الأمريكية. القيادة المركزية للجيش الأمريكي أشارت أيضا إلى انتشار عربات قتالية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي والأكراد. المدرعات الأمريكية رافقها أيضا قرابة 100 جندي أمريكي، فيما ذكر المتحدث باسم القيادة المركزية أن هذه التعزيزات تهدف إلى المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف. ورغم التوتر الأخير مع القوات الروسية، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى التصادم مع أي دولة، إلا أنها أشارت إلى أنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر. ورغم التطمينات، فإن مسؤولا أمريكيا اعتبر تلك الخطوة إشارة واضحة إلى روسيا للالتزام بالعمليات المشتركة لمنع مخاطر التصادم مع القوات الأمريكية. وتوجد في شمال شرق سوريا قوات أمريكية، ومؤخرا باتت هذه القوات في مواجهة القوات الروسية المنتشرة على طول الحدود السورية التركية بموجب اتفاقها مع أنقرة. وأدى هذا إلى وقوع حوادث تصادم بين القوات الأمريكية والروسية. ففي أغسطس الماضي أصيب 7 جنود أمريكيين في حادث تصادم مع عربات قتالية روسية. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بسحب مدرعات برادلي من سوريا في أكتوبر الماضي، إلا أنه وافق على إبقاء مئات الجنود لحماية آبار النفط السورية.